أكد مدير توزيع كهرباء صلاح الدين المهندس بدوي خالد عمر استقرار الأحمال في الوقت الحاضر، إلا أنه من المتوقع زيادة الأحمال مع دخولنا لموسم الشتاء ما سيؤثر على ساعة التجهيز، مشيرا إلى إنهاء الاستعدادات لمواجهة الأمطار من خلال إجراء صيانة للمحولات والأسلاك، مطمئنا المواطنين تحسن الكهرباء خلال الصيف المقبل مع بدء تشغيل المحطة الحرارية في سامراء. حاليا احنا في مرحلة الخريف، طبعا الكهرباء راح تكون جيدة لأنه أحمال متوازنة من ناحية الأحمال المنزلية والأحمال الزراعية. في فصل الشتاء حقيقة راح يزيد عندنا الأحمال، راح يصير تزايد في الأحمال الزراعية والأحمال المنزلية من ناحية طبعا المدافئ الكهربائية والمكيفات والأخرى، والزراعية من ناحية المرشات والمضخات الزراعية الأخرى راح تبدي موسم الزراعة طبعا. فأكيد راح يشوف المواطن فرق في تجهيز الكهرباء، في تجهيز الطاقة الكهرباء راح يشوف أقل، شوف أقل في فصل الشتاء عن مرحلة الخريف أو مرحلة الصيف، لأن الصيف عندنا فقط حمل واحد عالي اللي هو المنزلي فقط، أما في الشتاء لا، فرزاما ويا الأحمال المنزلية صعود الأحمال المنزلية هي صعود الأحمال الزراعية. أكيد الأمطار راح يسوي عندنا معطلات في المعديات وفي المحولات، وإحنا مهيئين نفسنا لهذا الموضوع، وأجرينا صيانة مبرمجة على المغذيات، ولكن ما قدرنا انه نكمل صيانه المبرمجه، ومستمرين بها ان شاء الله، ومهيئين محولات ومهيئين اعمده واسلاك للعواصف اللي راح تجينا والامطار المقبله. ان شاء الله الصيف المقبل راح يشوف المواطن فرق من راح تشتغل المحطه الحراريه في سامراء.